مرحبا. بكرفان شفنا تحديات كثيرة، بس تحدي اليوم غير شكل وغير طعمة. في ناس كثير طلبوا منهم ان يشتركوا بهذا التحدي، ولكننا اخترنا اثنين اللي هم عندهم اكثر شغف وحب لهذا الموضوع. تحدي اليوم هو عبارة عن ملك الهوت دوغ لعام 2013 بكرفان. ايش مجهز للشباب اليوم؟ اليوم مجهزين هوت دوغ كلاسيك. كلاسيك مكونات بتكون من الهوت دوغ والماسترد، اوكي، بتكون من البصل والمخلل والشيدر تشيز. طب احكي لي عن الكميه. كمية طبعا حاجة اللي راح نفاجئ فيها الشباب اليوم. 10 10 كل واحد 10 واحد 5 كل واحد 5 حلو 5 نعم. قديش طول السندويشه؟ 15 سم ما شاء الله 15 سم الواحدة. نعم ممتاز. طيب 5 ب 5 يعني 10 هلا راح تجهز لنا. نعم. طب في مجال تجهز لنا اياهم هلا عشان نطلع عند الشباب نحميهم؟ اوكي ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك. مرحبا. اهلا هلا. هلا فيك عبد الله. صح صح شيخ عبد الله شادي. هلا حباب، كيف حالك؟ تمام الله يعطيك العافيه. عبد الله احكي لي ايش خبرتك بالاكل ان جنرال؟ اي شيء انا قدام. سمعنا مسموعات عنك انك سفاح هدوك. مش كثير يعني بس سفاح. يعني وانت صغير اهلك كانوا يعودوك على الهدوك مثلا وكنت تاكل هدوك؟ لا كثير. حلو هذا صح. شادي عمرك دخلت بتحدي قبل؟ لا والله. لا اول مره تجربه هيك. طب كيف المعنويات؟ تمام. طب شو قصتك مع الهوت دوغ؟ ليه سفاح هوت دوغ؟ يعني حبا فيه. بس هوت دوغ مثلا ولا برجر منسف وكله؟ لا كله، بس الهوت دوغ سبيشال يعني. حلو. طب عبد الله انا ما سالتك هذا السؤال، عمرك دخلت بتحدي؟ لا 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 لا. انتوا عارفين اليوم شو التحدي؟ لا صح؟ لا لا. طيب راح نجيب لكم 10 سندويشات هوت دوغ، 5 لك و5 لشادي. طبعا بدنا نشوف مين راح يخلصهم. هلا اذا في واحد استسلم منكم هون التحدي بوقف، ولكن اذا الاثنين اللي انتم ما شاء الله طلعتوا سنونكم ماضيه نجيب كمان 5 لكل واحد. ابشر ابشر بس. كله تمام؟ تمام. جاهز؟ يلا. شوف احمد الهوت دوغايات. جاهزين؟ عليكم. عمرك اكلت هوت دوغ اكبر من هيك حجما؟ لا. شادي من النوع الهادي، هذول الناس بخاف منهم دائما. عبد الله شو بلشت تعرق. طبعا هاي الكلاسيك يا اخوان، يعني المكونات تبعتها كثير عاديه، عباره عن بصل خس وخردل. شادي على وشك انه خلص اول وحده. ما شاء الله. لا الشباب شكلها على كيف كيفكم. انا بلف وجهي هون ثانيتين بلف هيك بلاقي شادي خلص نص السندويشة. طبعا يا اخوان خذوا راحتكم، بس هي مش كثير، بدك تفك معك لحد زرين. ابشر. بعدين بكنسل الحلقه كلها يا جماعه. صحتين. انا ما لازم اضحكك عشان تعرف تاكل. شادي لحد هلا نوعا ما متقدم في السرعه، بس الاداء عند الاثنين ما شاء الله. سواء 12 سلندر. هذا التحدي نوعا ما رايق. فدق خفيف. جهز الخمسه اللي بعديهم فكرك؟ يلا. هذا الحكي الصح. شادي. لسه. ايوه ها الله. ابو حبيبي. ايوه النظرات هاي. ايوه جمهور حماس. الشباب قطعوا بنقدر نحكي مش نص المشوار، اكثر من النص، بل تنتين لكل واحد. عبد الله بلش، شايفني مبين انا طالع. عبد الله بلش باخر سندويشه، بينما شادي قصرت معه شوي على الطول. كيف؟ في حدا
حد من الجمهور حاب يكمل عن شادي؟ عبود ما شاء الله زي ما حكيت للمرة 70 سنه ماضي وطلع من السهل وفاز بتحدي لليوم اللي هو تحدي الهوت دوغ لكربان ل 2013 ممكن نسمك الكأس على المنصة. تفضل. شكرا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنت اليوم فزت بتحدي الهوت دوغ. هارد لك شادي. رامي أنت جهز لي حالك لتحدي قوي. خليكم معنا لتحدي جديد بحلقة جديدة. تحدي اليوم كان لطيف وقوي بس الحلقة الجاي في تحدي أقوى مع كرفان وحلقة جديدة. خليكم معنا.